به الحرمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. اللهم اكرمنا ببركة القرآن واحفظ بلادنا ببركة القرآن. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا. اللهم احفظنا ببركة القرآن وارحم والدينا ووالد والدينا كما ربونا صغارا ببركة القرآن. واحفظ ذرياتنا ببركة القرآن حتى لا ننسى. فالترحيب واجب بسيادة النائب جابر أبو خليل، فمرحبا بحضوركم وتشريفكم لنا. كما أرحب بالأستاذ الدكتور أحمد عبد المنعم الجيلاني وكيل كلية الخدمة الاجتماعية بأسوان، والأستاذ الدكتور محمد نجم عميد الجامعة الأهلية بأسوان. الكلمة الآن مع المهندس يحيى نائب رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، فليتفضل سيادته مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وهادينا إلى الصراط المستقيم بأمر الله محمد بن عبد الله، صلوات ربي وتسليماته عليك حبيبي يا رسول الله. فكم زادني شرفا وديا، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، بأن دخلت تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبي. السادة الحضور، أساتذة الأجلاء ومشايخنا العظماء، والله إن كلامكم صادف هوى بداخلي. والله نبارك لكم أولا السيد العميد رئيس الوحدة المحلية، بيعتذر كامل الاعتذار لانشغاله بمواعيد مع السيد المحافظ، وأنا حاضرا بنيابة عنه. برضو بلوم الجمعية أبناء العمومة إنهم بيدعوا رئيس المدينة وبيدعونيش إني أنا ابن عمه. أنا حاضر نيابة على السيد رئيس المدينة. لا ما دعوتي أنا ما أعرفش. المكان والتجديد وبنحسدكم عليه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ألف مبروك، ونوصيكم أسألكم بالله الحالات اللي بتساعدها الجمعيات أن تتحروا كامل الصدق وكامل المعلومات عن الحالة. وفي شيء يعني الجمعيات إخواننا لها أهمية كبيرة جدا، الحل في الانحلال اللي احنا فيه والمشاكل اللي احنا فيها في الجمعيات، وما أكثر الجمعيات إخواننا. لذلك والله أنا لما بكون يعني الكلمة المعتادة عندي دائما، أي حد بيجي بيكون مشكلة عصيبة حتى ولو كانت بسيطة، بس مش لاقي لها حل. ففي الآخر بيقول لي: طيب يا باشمهندس أو يا أستاذ أو يا رئيس أو يا نائب، إيه الحل؟
فبقول له الحل هو الحل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الجمعيات الاهليه يا اخوان عندها جميع الحلول وليها جميع الوقفات في كل المناسبات، سواء مناسبات افراح او اعزكم الله العزاء او المواساه. فاسالكم بالله اثناء المساعدات نمشي بالمثل الياباني اللي بيقول لا تعطيني سمكه ولكن علمني الصيد. فالاسر المعيله سواء الارامل او الحالات التعبانه او المطلقات او 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 فياريت الجمعيات تدعمها باشياء يعني تبقى رائدات اعمال، اماكن خياطه او مشروع بسيط. حتى انت لو يعني بدل ما انت تديها جزء من المال فتره معينه، انا حاكل لا هات لها شويه خضار تخليه في بيتها، بس مش تعمل فيها اشغال برا يعني عشان ما نجيش نرفع جوا البيت. اي شيء بسيط. برضو انا بلوم على الجمعيات في شيء يا اخوان، ايام الاعياد اعياد الاضحى، يعني اعياد الفطر وفي رمضان كل شيء مطلوب، يعني سواء طعام او مساعدات ماليه او هدوم، ده كله كويس. ولكن انا بلوم على الجمعيات اثناء عيد الاضحى، كل الجمعيات تجيب لحمه وتروح توزعها. يا اخواننا دلوقتي احنا مش زي زمان، كل الناس بتذبح، كل الناس بتذبح، واحيانا اللي بياخذ لحمه في الشارع بيكون عنده كميه لحمه اكثر من اللي بيذبح نفسه، لانه اللي بيذبح بيطلع التلتين ويخلي التلتين. اما الفقير، انا لو كنت فقير وباخذ من كل الناس حيكون عندي ثلاث تلات، مش هطلع منها حد. فارجوكم ارجوكم يعني في الايام العصيبه اللي هي بعيد من الاضحى وزعوا اللحوم، وزعوا الطعام، مش في الايام اللي فيها اللحمه كثير. لا تحروا الاسر اللي ما بتسالش، تحروا الاسر اللي انا اسف في اللفظ اللي وشها مش مكشوف، بتسال اي حد وفي اي وقت حتى لو كان معاه. لا شوفوا الناس اللي ما بتجرؤش انها تسال. يعني اعضاء الجمعيه لو في كل مكان، لو كل واحد يا اخواننا سال على جاره او عارف حال جاره بكل سريه تامه يبلغ الجمعيات، يبلغ اعضاء مجلس الاداره، ويكون يعرف يحل الشفره بتاعته ازاي، مشكلته ازاي. يعني انا في مره من المرات اعرف اني واد شاب والله كان مريض سكر، بلد من البلاد مش داعي ذكرها فين، يعني كانت لي اخت متجوزه في مكان بعيد ولي اخت ثانيه برضه، يعني كل واحد منشغل في حاله. الواد حالته على جنب تعبان خالص، مريض سكر وهو لا يتعدى نهايه العشرينات. ففي يوم من الايام تقريبا هو دخل خد حمام وطلع، فغيبوبة السكر جاته، استعرضوه الجيران ثلاث اربع ايام ولما شموا الريحه المهمه. والله يا اخواننا انا حزنت حزن شديد، اخذت ثلاث ايام ما اكلش من الحزن اللي انا فيه. ازاي الناس ما بتسالش على بعض لدرجه اني ممكن جارك يغيب عنك وانت ما تسالش عنه، اخوك ازاي ما تسالش عنه باليوم والاثنين والثلاثه والاربعه ويموت وانت ما تعرفش. يعني فعلا ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. النعيم اللي احنا فيه اكبر نعمه والحمد لله، فلا بد ان نحافظ عليها ونعطيها لغيرنا من خلال الجمعيات، سواء امن سواء مساعدات. وابلغ شكري لكل اعضاء الجمعيه ولكل الحضور، انتم ابناء العمومه، انتم نسيج معنا. وانا بزعل جدا لما بسال واحد فبقول له انت من فين؟ يقول لي مثلا من الاقصر من قوس، اقول له يا عم انت من اسوان. فبقول له اكبر دليل لا انتوا بتوعنا، انتوا عشتوا وتربيتوا معانا وكلتوا وشربتوا ورحتوا وجيتوا وشاركتونا وشاركناكم، لا انتوا من اسوان. اكبر دليل على كده انكم انتوا لو رحتوا الاقصر بيقولوا مين جاء؟ بيقولوا ناس اسوان جو، مش معترفين انكم من الاقصر. لا احنا معترفين انكم من اسوان.
وألف مبروك، وربنا يقدركم على فعل الخير ودائما في تقدم، والسلام عليكم ورحمة الله.